ازيكم اصحابي وصحباتي طلبة مدرستنا، مدرسة المنتزه الخاصة grade 2 connect unit 8. معاكم ميس سوزي. دلوقتي حبايبي unit 8 a trip to the store، رحلة الى المتجر. الفوكاب بتاعتي بنسل كيس، مقلمة، كالكوليتر، آلة حاسبة، ليمون، ليمون، تايز معناها ألعاب، children أطفال، pants بنطلون، pearls يعني أقراص دواء، كلمة فريق يعني team. عندنا كلمة years معناها يا حبايب قلبي يعني سنوات، باون جنيه، coins يعني عملات معدنية اللي هو الجنيه الفضة يعني، جاكيت جاكيت، تي شيرت معناها تي شيرت، سكيرت جيبة، كلمة بيرز عملات ورقية اللي هو الفلوس الورق، اويل زيت، ميد اوف مصنوع من، اجلاش يعني كوب، ميتال معدن، شوز حذاء، نوت بوكس كراسات، نوت بوكس معناها كراسات. احنا دلوقتي قلنا مع بعض الكلمات، ياريت نقولها مرة واثنين وتلاتة لغاية ما نحفظها ونتعلمها كويس قوي مع بعض. هناخد مع بعض حبايبي الجرامر. الجرامر بتاعنا النهاردة how much، how much عشان اسأل عن ثمن الاشياء، يعني كام الثمن. لما اروح اشتري حاجة طبعا بسأل اللي في المحل هي الحاجة دي بكام. طيب هسألها ازاي بالانجليش؟ how much كم الثمن. لو حاجة مفرد هقول how much is. طب لو بسأل على حاجات جامعة او بشتري حاجات جامعة هقول how much or. يبقى how much plus is زائد اسم مفرد او how much are يجي وراها اسم ايه؟ جمع. وكمان عندنا there are، there are يجي وراها اسم جمع. example there are pens يعني يوجد اقلام، لان كلمة there يا حبايبي معناها ايه؟ يوجد. تمام، there are pens يوجد اقلام. طب النيجاتيف النفي، لما اقول لا يوجد يبقى there aren't برضو يجي وراها اسم جمع. There aren't any books النهاردة، any موجودة معنا في الدرس تيجي معانا في النفي النيجاتيف، وكمان any بلاقيها في السؤال. يبقى any مين اصحابها؟ النفي والسؤال، واني النهاردة موجودة معنا في درسنا. There aren't any oranges لا يوجد اي برتقال. كلمة اني يا حبايبي معناها اي، ونخلي بالنا كويس قوي ان اني بتيجي في الجملة المنفية يعني اللي فيها نوت، او الجملة الاستفهامية اللي هي السؤال. ناخدها على شكل السؤال are there any يجي وراها اسم جمع، يعني هل يوجد للجمع. example are there any apples. طيب لو حطينا علامة صح يبقى yes there are. طب لو كان في علامة غلط يعني الجملة لأ يعني نفي، no there aren't، no there aren't. يبقى احنا لازم نتعلم مع بعض ان any بتيجي معانا في النفي والسؤال. هنحل مع بعض exercise rearrange يعني رتب الجملة. number one عندنا كلمة any، كلمة there، lemons aren't. بنبدأ بالكلمة اللي تحتها line، هيبقى there aren't any lemons. واوعى تنسى الفول ستوب، ده مهم جدا لازم نكتبه بعد ما نرتب جملتنا. number two are pens there blue، يبقى هنكتب there are blue pens، اللون قبل الاسم. اوعى تنسى ان اللون
بكتبه قبل الاسم، ما ينفعش اقول بنس بلو، لا بلو بنس. نمبر 3 chairs how many there are، يبقى how many chairs are there. تمام، how many يعني كم العدد، يجي وراء اسم جمع. سؤالنا finish، بنكمل الفراغات من الثلاث اختيارات اللي قدامنا. there not 20 children، يبقى there are. number 2 how not pens، طبعا how many، how many يجي وراء اسم جمع، how many pens are there. number 3 there is a pen، there is a pen عشان is و a للمفرد. سؤالنا حبايبي دلوقتي match، وصل كلمة oil زيت، هنوصلها بكلمة بصورة الزيت ونكتب جنبها oil. shoes حذاء، هنوصلها بصورة الحذاء ونكتب جنبها shoes. calculator هنوصلها بصورة الآلة الحاسبة ونكتبها جنبها. punctuate علامات الترقيم، أول حرف في جملتي بيبدأ capital، يبقى هو small هعمله capital، أول واحدة how ال H هعملها capital، وهكمل الجملة بتاعتي كتابتها زي ما هي. how many toys are there، طبعا ده سؤال معناه كم العدد، والسؤال نهايته question mark. number 2 are ال E هعملها capital، وهكمل كتابة الجملة وهقراها. are there any books، طبعا سؤال معناه هل يوجد أي كتب، والسؤال آخره علامة استفهام question mark. number 3 there are 10 children، هبدأ الـ T capital و there are يعني يوجد هناك، طبعا دي جملة خبرية جملة عادية يعني آخرها full stop.